طبعا ده جيل واعد جدا وجيل باين انه عنده امكانيات كويسه ولاعيبه محترفه قوي قوي. تحافظ على الجيل ده ازاي؟ ان الجيل ده نفسه ما يفرطش في فرصته. يعني الناس اللي لعبت دي وادت بالشكل ده في ناس مش اساسيه في فرقها، لازم يحارب عشان يلعب اساسي في الفريق بتاعه. الحاجه الثانيه حذاري من حاجتين، الغرور والعروض الوهميه. والعروض الوهميه اكتر من الغرور. الحاجه المهمه كمان ان اللعيبه دي اللي هي في المقتبل النجوميه الكبيره والشكل الكبير، بعيد عن ثلاث اربع اسماء طبعا ليهم اسم من الاول وليهم شكل من الاول، لكن شبابنا الصغيرين دول اوعى تجري ورا الاعلام بشكل خاطئ دايما. بمعنى ايه؟ يعني ما تفرحش باللي بيتكتب عليك في الاعلام كتير ايجابيات هي مش موجوده عندك. دلوقتي كله بيزق بالشكل الاجمالي على الجميع، لا شوف انت ايه اللي يميزك، شوف انت ايه اللي ناقصك، شوف انت خدت دفعه في البطوله كبيره جدا. الاهم بقى ان احنا لما بنلعب بطوله في وسط عدد من الجماهير دي، والجماهير دي بتكون موجوده، الشكل بيختلف تماما. فبالتالي يعني ما انتجه الجمهور في اداء المنتخب الاولمبي يستطيع وتستطيع الجماهير ان تنتجه في اداء مباراه الدوري. حلو. اللي حصل كده واللي اللعيبه قدت بهذا الشكل تحت اعين واقدام الجماهير والهتافات، تخيل الدوري بتاعنا بقى لما يكون في جماهير، وانا بقول لك اللي فيه انفراجه كبيره ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه في الملاعب وفي حضور الجماهير. حلو. ده انا بقى كنت عايز اتكلم فيه معاك بخصوص الجمهور. الجمهور بصراحه عمل كل اللي عليه سواء في البطوله دي او البطوله اللي فاتت. بعد انتهاء البطوله دي يا استاذ ايهاب، الجمهور هيحضر في مباراه الدوري 5000 مشجع وكمان من اعضاء الجمعيه العموميه، تمام؟ حلو. وفي بطوله دوري ابطال افريقيا بالنسبه للاهلي او الزمالك والبطولات الافريقيه بشكل عام 10000 مشجع. ليه بعد المنظر الجميل ده، شايف الصور؟ بص حاجه طبعًا. مفيش اروع من كده طبعا. ليه بعد المنظر ده ما نبقاش عندنا جرأه واحنا قادرين نأمن اي حدث باي عدد من الجماهير وندي الساعه الكامله للجمهور يا استاذ؟ شوف عندنا جرأه وعندنا نظام حلو، نثق في الامن بتاعنا ما يعني طبعا. مليون في المية. كمان فكره تذكرتي، فكره تذكرتي والفان اي دي، ودي كانت تجربه رائده في كاس العالم في روسيا. صح. انها تتنقل بالسرعه دي في البطوله اللي فاتت، وفي دي تبقى خلاص متسطبه وكل الجماهير عارفه تخش ازاي، خلاص انت وفرت الاليه الاصعب، وبالتالي الامور بقت سهله، والامور هتبقى سهله في الفتره الجايه. النهارده كل مشجع للملف بتاعه والبطاقه بتاعته والفان اي دي بتاعته، فبالتالي الدنيا هتبقى افضل يا امير الفتره الجايه. وانا اعتقد ان 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 الجمهور هو اللي بيساعد بعضه. يعني النهارده اديتك الفرصه تخش خمسه، انت كجمهور اديني الضوء الاخضر، قول لي انا عايز ابقى 20 وابقى 30 بتشجيعك. صح. بتواجدك، بالتزامك، بهتافاتك الصحيحه. فبالتالي الجمهور قدم ده، واعتقد انه هيقابل من الناحيه الثانيه رد قوي جدا لزياده عدده وتواجده، والفتره الجايه هتبقى افضل. ده بينعكس بشكل ايجابي جدا جدا جدا، وشفناه في البطوله، واي مباراه فيها جماهير تبقى مختلفه تماما. الانفراجه ممكن تكون خلال قد ايه اللي انت بتقولي عليها؟ يعني احنا بنتكلم في اول 3 4 جولات، يعني ممكن تقول من الجوله يعني احنا دلوقتي خلاص داخلين على الجوله الخامسه، يعني وانت داخل في الجوله العاشره وال11 هتلاقي الدنيا بشكل اكبر من ما انت تتوقع. ولا احنا بقى على غرار المواسم السابقه نقول على الدور الثاني هيبقى الموضوع خلاص؟ الموضوع بشكل رائع جدا بعد نجاح تجربه تذكرتي بشكل كبير. وفي بعض الامور الفتره اللي فاتت كان فعلا يا جماعه فعلا فعلا في بعض المشاكل الامنيه، اما الامن بيقول لك في كذا أكيد. ممكن احنا بنظرتنا كده ازاي يا جماعه ده الناس بيقولوا لا 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 لا، عايزكم تثقوا في الحته دي تماما. حلو قوي يا استاذ، بس انت كده خليتني افتح ملف تصريحات المسؤولين، لان التصريحات دي هي اللي بتدي ايحاء للجمهور والمسؤولين في الانديه الثانيه ان في حد متحكم او بيسعى مثلا لتاجيل الدوري، تاجيل المباريات، الكلام من ده. تعليقك ايه؟ في اجزاء بتحصل. في بص انت ملاحظ ان الوسط هادي اليومين دول والدنيا جداً كويسه وبنشجع والجو حلو قوي كمان والجمهور تمام والحلو، عارف ليه؟ ليه؟ اختفاء ظاهره الصوت العالي فجاه كده. بدل ما كل يوم كنت بتصحى على حاجه وبتقوم على حاجه وبتنام على حاجه. الرياضه ما فيهاش صوت عالي. صح. الرياضه ليها قاموس، عندما اتى الصوت العالي للرياضه غير في قاموسها، وعندما تحدث الصوت العالي باسلوبه داخل قاموس الرياضه غير قاموس الرياضه، واصبحت المصطلحات اللي بتتقال في الرياضه مش مصطلحات رياضيه تماما. لذلك دي هتلاقيها تطلع بره الوسط الرياضي، هتطلع اجلا ام عاجلا. وانا بقول لك قربت الظاهره الصوتيه، قربت تنتهي تماما، قربت لانها خلاص. وادي دليل اهو، ارجع كده من شهر ولا من شهر ونص، شوف لما بتبقى في صوت عالي في الرياضه بيبقى الدنيا عامله ازاي، وبالليل بننام على ايه وبتقوم على ايه. صح. والناس بتخانق وده بيتكلم. شوف لما الدنيا هاديه، لما الناس كلها مع بعض، الاهلي والزمالك في مدرجات، لعيبه منتخب مع بعضيهم، الامور ماشيه بشكل كويس،
مفيش حد بيفضل يقول لك كلام ملوش لازمه طول الليل. تقوم الصبح تلاقي بعض المواقع بتاخد السوشيال ميديا عشان تعمل ترافيك وارقام على حساب الجماهير ودم الجماهير وراحه الناس وقله كرامه بعض الناس و و و لكن الفتره دي من وجهه نظري هي فتره جيده جدا، لانها كشفت لينا جميعا مين اللي ماشي في الطريق الشمال ومين اللي ماشي في الطريق اليمين، ومين اللي عامل ناقد رياضي ومحلل وراجل فيلسوف وراجل 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 وارتضى ان تكسر عينه من اجل امور صغيره جدا عشان يسمع شتايم زمايله وشتايم فلان وشتايم فلان وشتايم فلان، ويقول لك اصل ده شغله اكل عيش. عمره ما كان ده شغله اكل عيش، الرياضه اكبر واسمى من ذلك طبعا، والعلاقات الرياضيه اكبر واسمى من ذلك، ولا يصح الا الصحيح. وانا بالدليل القاطع، تعالى لي من شهرين ولا من شهر ونص الامور عامله ازاي، ودلوقتي عامله ازاي والدنيا دي عامله ازاي. واذا عادت هذه الظاهره للصوت العالي وقله الادب والكلام ده، انتظروا برضو مشاكل وحاجات كده معروفه. صح. يعني هي معادله معروفه، واحد زائد واحد بيساوي اثنين. في ادب، في احترام، في التزام، في نتائج كويسه، في هدوء. صح. في قيمه كره القدم يا جماعه، يعني هي رياضه في الاول في الاخر. شوف، واحده من قيم كره القدم والرياضه، واحده من اهم المشاهد اللي بتلعب عشانها الرياضه، مشهد ديفيد المدير الفني لجنوب افريقيا في المؤتمر. صح. الصحفي مع الكابتن شوقي غريب. صح. لما دخلت اللعيبه والميه والراجل مغلوب ولسه اموره ما اتحسمتش، هذه دي الرياضه، دي واحده من معاني الرياضه. يا جماعه الرياضه ليها معاني كبيره جدا، في حاجه اسمها الفير بلاي في الرياضه، ليها معاني كبيره جدا طبعا. اذا طبقنا لوائح كره القدم والرياضه ومساق اللجنه الاولمبيه، هناك مسؤولين في الرياضة موجودين في مقاعد كبيرة في الرياضة المصرية، مش هيبقى لهم مكان. اللوائح دي هتعدمهم تماما. وبالتالي كل ده جاي في الفترات الجاية، وفي ثورة رياضية كبيرة قوي الفترة الجاية. هي اللوائح موجودة ولا مش موجودة؟ اللوائح موجودة، لكن ليه ما بتطبقش؟ لا، كل اتحاد وكل منظومة رياضية بتطبق بشكل معين وعاملة محاذير معينة. ولكنها قواعد اللعبه نفسها وقواعد المساق الاولمبي والفير بلاي وحط زي ما انت عايز، لا. وهو ما استخدمه الاتحاد الافريقي بقوه القانون واللوائح لمنع احدى الظواهر من تلويث الملاعب الافريقيه. خد بالك، الامور دي بتبقى واضحه جدا، واضحه بشكل كبير جدا. لكن المسؤول الذي لا يستطيع ان يتخذ القرار المناسب وهو